عبر الهاتف الآن مداخلة مهمة جدا نفهم بيها تفاصيل ما حدث اليوم مع الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا أستاذ كريم، كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا رب. وحضرتك طيب وبألف خير. إيه اللي حصل النهاردة؟ اجتماع وزير الشباب والرياضة بنادي الزمالك أو بالكابتن حسين لبيب والأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة، تصورنا إنه في انفراجة والمباراة هتقام. إيه اللي حصل في الاجتماع النهاردة؟ يعني شوف يا استاذ كريم، والاجتماع النهارده الحقيقه الوزير في بدايه الاجتماع قال لهم انا عارف ان في مشكله فنيه مثاره من ساعه وقت اصدار نادي الزمالك للبيان الخاص بالانسحاب من مباراه القمه بعد مباراه المصري، يعني اللي هي كانت سبب الازمه كلها، لكن الحقيقه انا ما تدخلتش في كل ما سبق لانها امور فنيه متعلقه ومنوطه بمجلس اداره نادي الزمالك بالتشاور والتنسيق مع الجهه المعنيه باداره المسابقه وهي رابطه الانديه المحترفه. وبالتالي كان كل هذه الامور بعيده تماما عن تدخل الدوله وتدخل وزير الشباب والرياضه في هذا الامر، لكن الا واننا وصلنا النهارده الاثنين لمنعطف مختلف تماما. منعطف يكون اشد خطرا تماما من فكره التدخل الفني في اداره لاعب مباراه او من عدمه. وهي المتعلقه بالمباراه الديربي، يعني اللي بنسميه ديربي مصر، ديربي الشرق الاوسط، الديربي العربي الاهم، والحضور الجماهيري والالتزامات الخاصه بالجهات المعنيه بتنظيم المباراه من الجهات الامنيه، من الجهات التسويقيه، من الاعلام والتصوير والكاميرات. اللي هم الحقيقه يا استاذ كريم ان مش هنسمح مطلقا كدوله ان يكون هناك مشهد مؤسف بوجود احد الفرق موجودة في أرضية الملعب وفريق آخر لم يحضر للمباراة، ويكون هذه الصورة اللي تتصدر كل الشاشات في العالم، سواء في العالم في مصر أو بره مصر، عن الوضع الرياضة في مصر. فأنا هيفرق جدا معانا كوضع وشكل للرياضة المصرية أن لا يتكرر هذا المشهد. الأمر الثاني الحقيقة أن الوزير اتكلم فيما يتعلق باللوائح وتطبيق الصارم والأعمى لكل اللوائح المعنية بتنظيم المسابقة، سواء اللائحة الخاصة برابطة الأندية المحترفة أو اللوائح الخاصة باللجان الفنية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم زي لائحة الحكام أو إدارة المسابقات أو غيرها من اللجان الفنية اللي موجودة. اتكلم الحقيقة أن هذه الأمور اللائحية والقانونية إذا فيها نوع من أنواع العوار في التطبيق، في تنفيذ النصوص الخاصة بها، في ظلم، في تغول من أحد المؤسسات على الأخرى، فالوزارة تتدخل فورا وتحل هذه الأمور الإدارية والقانونية. لكن فيما يتعلق بأي شكاوى أو متطلبات بإقامة مباريات في توقيتاتها، بتكافؤ فرص، بالتحكيم، بالدور الأول، بالدور الثاني، بالفنيات الخاصة بإقامة المباريات، فده كان دور رابطة الأندية اللي الوزارة سعت ليها بشدة ودعمتها خلال الفترة اللي فاتت انها تكون موجودة بمثابة مجلس إدارة للدوري الممتاز، تتولى الإدارة الفنية الكاملة وتتحمل هذه المسؤولية. هذا الوزير لما كان موجود النهاردة مع كابتن حسين لبيب والنائب أحمد دياب قال ان مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم المنتخب من جمعيته العمومية هو المنوط باتخاذ القرار بلعب المباراة من عدمه، ولكن لابد ان يكون هناك اليوم خطاب رسمي يرسل من نادي الزمالك لرابطة الأندية المحترفة، ورابطة الأندية المحترفة على الفور تتولى إصدار خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنظيم المباراة، وإصدار بيان رسمي لكل وسائل الإعلام للرأي العام المصري يقول إن في بكرة مباراة أو ما فيش مباراة. وهذا الحقيقة هو الأمر اللي يهم بقى الدولة، الحكومة، وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالأزمة المثارة كلها. لكن فيما يتعلق بالجوانب الفنية لابد أن يكون هناك مناقشات وتبادل رؤى ما بين الرابطة، ما بين اتحاد الكورة، ما بين الأندية المختلفة حول معالجة أي مشكلة. وإذا تطلب الأمر تدخل وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بتعديل لوائح أو تنقيحها أو التطبيق الصحيح لمواد والنصوص المختلفة، الوزارة تتدخل وتساعد المؤسسات الرياضية في هذا الأمر، لكن لا تدخل مطلقا في أي جوانب فنية. وأن قرار لعب المباراة من عدمه هو قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك، وليس للدولة أنها تضغط على نادي الزمالك أنها تلعب المباراة من عدمه. أن في النهاية في مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية، في جماهير للقلعة البيضاء، كل هذه المنظومة هي صاحبة القرار النهائي في لعب المباراة من عدمه. طيب أستاذ محمد، سؤالي ليك، وأنا كنت لسه بقول كده في المقدمة النهاردة، بغض النظر من الطرف المخطئ في هذا الأمر اللي يخلينا في الآخر مش هنشوف مباراة قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، الحاجة اللي بنتشرف بيها في كل الوطن العربي، أكبر ناديين في الوطن العربي. وسألت أنا السؤال ده بشكل منطقي وطبيعي، مين في الآخر هيبقى مسؤول إن المباراة ما اتلعبتش؟ الزمالك طبعًا حر في قراره كمجلس إدارة منتخب وله جمعية عمومية، رابطة الأندية عندها لوائحها، اتحاد الكرة عنده لوائحه واللجان المختلفة، بس هل هيتم التحقيق في هذا الأمر؟ هل هيتم الكشف مين في الآخر اللي كان مخطئ وفي الآخر ما خلناش نلعب هذه المباراة أو نشوفها؟ ولا خلاص الموضوع اتقفل عند هذا الحد؟ لا، شوف الحقيقه من ضمن المناقشات اللي تمت النهارده في الاجتماع ما يتعلق باللوائح المنظمه للمسابقه نفسها.
لائحه رابطه الانديه ولائحه تنظيم المسابقه نفسها. وزير الحقيقه اتكلم في نقطتين مهمين جدا في هذا الامر. نقطه فيهم متعلقه، هل هناك اي قصور يتعلق سواء بقى بالمسابقه بتنظيمها بالعقوبات المتعلقه بالانسحاب بكذا فيجب تعديله خلال الفتره المقبله، او ان هناك يعني رؤى فنيه مختلفه وبالتالي هذا الامر لا تدخل للوزاره فيه؟ اذا بنتكلم في رؤى فنيه مختلفه ان دي رؤيه نادي الزمالك او كذا وان ترتب عليها ودي رؤيه فنيه ده امر مختلف، اما اذا كان هناك قصور في تطبيق النصوص او هناك لائحه محتاجه تعديل او كذا فهذا الامر تتدخل فيه الوزاره، لكن ما يتعلق بلعب المباراه من عدمه وان هذا الامر ترتب عليه امور معينه فهذه اللائحه تنظم هذا الامر، واذا كان هناك في عقوبات متعلقه بعدم لعب المباراه هذه اللائحه اللي موجوده اللي بتنظم المسابقه تنظم العقوبات سواء بخصم من النقاط، الخصومات الماليه، ما يترتب على عدم الحضور الجماهيري، البث الفضائي، كل هذه الامور يجب ان تكون امور موجوده في اللائحه يتم وفقا عليها التعامل مع الموقف الحالي ان هو عدم لعب المباراه غدا. كل هذه الامور اذا كان فيها ما يتعلق بتدخل الوزاره لعدم تطبيق او لقصور في اللائحه الوزاره تتدخل، اذا في وضوح في مواد اللائحه لتنفيذ عقوبات معينه متعلقه بعدم المشاركه يعني في المباراه غدا فاللائحه بتنظم هذا الامر وهي بخصم النقاط بالخصومات الماليه بالمترتبات الخاصه بالبث الفضائي بالحضور الجماهيري بكل هذا الامر. لكن الحقيقه يعني في نهايه الحديث كان في نقطه مهمه جدا الحقيقه الوزير اثرها مع النائب احمد دياب والكابتن حسين لبيب، هو اتكلم ان احنا في الدوله عندنا توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه المصريه باعاده تطوير شامل لمنظومه كره القدم المصريه. قال ان احنا بدانا بالمشروع القومي لتطوير وصقل مدربين المنتخبات الوطنيه 22 مدرب هيكونوا خلال سنه بالتعاون مع جامعه مانشستر والجامعه البريطانيه في مصر على اعلى مستوى من العالميه. عندنا مشروع تاني الحقيقه يمكن بعلن عنه عن حضرتك مع حضرتك لاول مره بنتكلم فيه والوزير اتكلم فيه النهارده مع في الاجتماع النهارده ما يتعلق بالحكام، مشروع قومي لتطوير وصقل واعاده تاهيل كامل لمنظومه التحكيم المصري وفقا للاطار العالمي بقى للتحكيم عشان يبقى عندنا منظومه تحكيم عالميه تقدر مش بس تنظم المسابقات المصريه لكن تكون كمان سفراء لمصر في بطولات مختلفه ومنافسات دوليه مختلفه. الامر الثالث الحقيقه اللي هو الوزير قال ان الوزاره والدوله هتتولى الصقل والتاهيل الكامل لكل مفردات منظومه كره القدم المصريه، لكن على المؤسسات الرياضيه سواء بقى هنا بنتكلم في الانديه في الرابطه في اتحاد الكوره انها تعيد مره ثانيه النظر في كل الجوانب الفنيه اللي بينتج عنها قصور في التطبيق، سواء هنا عدم لعب المباريات، التاخر في المسابقه الى شهر مثلا شهر سبتمبر او شهر اغسطس اللي جاي، عدم ممكن التاثير السلبي بعض الاحيان على المنتخبات المصريه المختلفه ومشاركتها والمعسكرات والتوقف وهذا الامر، كل هذه الامور الفنيه وزير الحقيقه طلب من الرابطه النائب احمد دياب والكابتن حسين لبيب ان لازم كل المؤسسات الرياضيه تشتغل على معالجه كل القصور اللي موجود في الجوانب الفنيه سواء في الامور اللائحيه في اللجان التابعه لاتحاد الكوره او في رابطه الانديه او في المسابقات او في الحكام او غيره عشان نتلافى مستقبلا اي امور متعلقه بالدوري الممتاز او بمسابقات كره القدم بصفه عامه وتاثيرها اللي قد يكون في بعض الاحيان سلبي على منتخبات مصر. استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات المهمه بالنسبه لاجتماع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأيضا الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اليوم وما أسفر عنه هذا الاجتماع وكواليس ما حدث في هذا الاجتماع. بشكرك شكرا جزيلا.